ولا نزال نواصل معكم هذه الليلة الإيمانية المباركة التي يحفنا فيها ملائكة الرحمن، ونحن نستمع إلى آيات القرآن، ونحن نستمع أيضا إلى الدعاء والابتهال وإلى أحاديث العلم والعلماء. حضر منذ قليل فضيلة الشيخ محمود محمد سليمان وفضيلة الشيخ محمود أبو رزينة. نرحب بجميع الحاضرين ونوالي إذاعة الأسماء تباعا حتى لا ننسى أحدا من الحاضرين الكرام. أيها الإخوة المؤمنون، ولأن القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى لا تبلى جدته ولا يخلق على كثرة الرد، كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. مع ينابيع الحكمة، مع القول الفصل، مع كتاب الله تبارك وتعالى، نعود فنستمع. نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إنما يتذكر أولو الألباب
إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى جنات عدن يدخلونها الله يرضى عليكم سيدنا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن يدخلونها والملائكة يدخلون عليهم من كل باب الله يرضى عليك الله يكرمك
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الله هو المحيي سبحانه
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
الذين آمنوا وتطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب سعد انزل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم قل هو ربي صدق الله العظيم.